بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الحج ترجمة 45، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة لو ابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني حيث أجمعت قريش على مقاطعة بني عبد المطلب وبني هاشم، كان قبل الهجرة بثلاث سنوات في شعب أبي طالب. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفوا على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن أوزعي أخبرني ابن شهاب وقال: بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه، يعني أصح. باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الآية، وفي بعض المواضع يعني ذكر هذه الآية مع الآية المقبلة، يعني في ترجمة يعني واحدة. ترجمة 47، يقول الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال: حدثني علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبش، ويأتي هذا الحديث. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: وحدثني. فالحديث وصل البخاري من طريقين، هذا الطريق الأول يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: وحدثني محمد ابن مقاتل قال: أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله في رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصومه. وكان الأول يعني قبل الجاهلية كانوا يصومونه، وفي الإسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل فقالوا: هذا يوم أنجى الله جل فيه موسى، فقال: نحن أحق موسى منهم، فأمر بالصيامه، فكأنه كان واجبا في ابتداء الأمر. فلما فرض رمضان يعني قال: من شاء أن يصوم عشراء فليصم. ثم بعد ذلك يعني سن النبي صلى الله عليه وسلم صيام يعني تسعاء يعني مع عشراء مخالفة المشركين. ومن شاء أن يتركه فليتركه. قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا
أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تبعه أبان وعمران عن قتادة تبع الراوي عن قتادة هو الحجاج بن حجاج، فتبع الحجاج بن حجاج أبان وعمران عن قتادة، أن قتادة هنا لم يصرح بالسماع. وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. ثم قال البخاري: سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد، أنه يقول أن هنا قتادة يعني فيش علة في السند، لأن قتادة سمع عبد الله ابن أبي عتبة، وعبد الله بن أبي عتبة سمع من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فقوله قياما أي قواما، وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم. ولهذه النكتة أورد في الباب يعني قصة هدم الكعبة في آخر الزمان. وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. لذلك أعداء الإسلام يغيظهم هذا الاجتماع المبارك، فيحاولون يعني أن يمنعوا الحج بأي طريق، بدعوى الخوف على الناس من إنفلونزا الخنازير ومن الوباء، وفي الواقع ليس هناك وباء. ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث، أوله حديث أبي هريرة يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويأتي قريبا وحديث عائشة في صيام عاشوراء قبل نزول رمضان، وسيأتي الكلام عليه. وطبعا البخاري بيشرح الحديث في أليق المواضع به، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد في آخر كتاب الصيام. والمقصود منه هنا قوله في هذه الطريق: وكان يوما تستر فيه الكعبة، فإنه يفيد أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قديما بالستور ويقومون يعني بها. وعرف بهذا الجواب الإسماعيلي في قوله: ليس في الحديث ما ترجم به شيء سوى بيان اسم الكعبة المذكورة في الباب. ويستفاد الحديث أيضا معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تكسى فيه من كل سنة، هو في يوم عاشوراء. وكذا ذكر الواقدي بإسناد عن أبي جعفر الباخر أن الأمر استمر على ذلك في زمنهم، وقد تغير ذلك بعد فصارت تكسى في يوم النحر، وصاروا يعمدون إليه في ذي القعدة فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه، بيرفعوا يعني كسوة الكعبة لنصف الكعبة تقريبا في ذي القعدة، ثم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة المحرم، فإذا حل الناس يوم النحر كسوه الكسوة الجديدة. باب كسوة الكعبة. قال الإمام البخاري: باب كسوة الكعبة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال: جئت إلى شيبة. فأيضا حديث وصل البخاري في الطريقين، هذا الطريق الأول كلاهما عن سفيان الثوري. قال: وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة. طبعا الطريق الثاني أنزل من الأول يعني عدد الرواة أقل، ولكن قدم الطريق الأولى لأن سفيان صرح بالسماع. قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال: قد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. أنه هم أن ينفق يعني كنز الكعبة طبعا في الجهاد وفي مصالح المسلمين وعلى الفقراء والمساكين. قلت: إن صاحبيك لم يفعل، قال: هما المرآن أقتدي بهما. فعمر رضي الله عنه كان يهم أحيانا بأشياء فيذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله أبو بكر، فيرجع يعني ذلك. وإن كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين يعني أن لولا حدثان يعني عهد الناس بكفر لأنفق يعني كنز الكعبة يعني في لأن حبسه هكذا يعني ليس في مصلحة، ولكنه ترك يعني ذلك كما ترك هدم الكعبة وهي على قواعد قريش، ولم يبنيها على قواعد يعني إبراهيم خشية الفتنة. ولكن لما احترقت في زمن ابن الزبير
يعني هدمها ويعني أقامها يعني مرة يعني ثانية. باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. وهذا حديث موجود في البخاري مسند يعني. قال حدثنا عمرو بن علي طبعا الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد طبعا القطان قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. طبعا في آخر الزمان يعني بتهدم الكعبة ويرفع القرآن من السطور والصدور وتقوم الساعة على شرار الناس ولا يحج البيت طبعا بعد هدم الكعبة أنها لا تبنى بعد ذلك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. باب هدم الكعبة أي في آخر الزمان. وهذا طبعا من علامات الساعة فنعوذ بالله من إدراك هذا الزمان يعني تهدم الكعبة ويرفع القرآن من السطور والصدور وتقوم الساعة على شرار الناس. قوله وقالت عائشة في رواية غير أبي ذر قالت بحذف الواو وهذا طرف من حديث وصله المصنف في أوائل البيوع يعني هو هنا معلق محذوف السند ولكن بصيغة الجزم ويعني موجود في أوائل البيوع يعني مستندا من طريق نافع بن جبير عنها رضي الله عنها بلفظ يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. وسيأتي الكلام عليه هناك ومناسبة نسبته للترجمة من جهة أن فيه إشارة إلى غزو الكعبة سيقع فمرة يهلكهم الله قبل الوصول إليها وأخرى يمكنهم والظاهر أن غزو الذين يخربونه متأخر عن الأولين أن يعني في مرة يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. ولما قالت عائشة كيف يخسف بأولهم وآخرهم فيهم أسبقهم وليس منهم قال يبعثون على نياتهم ثم المرة الثانية يمكنون الكعبة فيهدمها ذو السويقتين من الحبشة ولا تقام بعد ذلك بل تقوم الساعة. قوله عبيد الله بن الأخنس بمعجمة ونون ثم مهملة وزن الأحمر وعبيد الله بالتصغير كوفي يكنى أبا مالك. قوله كأني به كذا في جميع الروايات عن ابن عباس في هذا الحديث والذي يظهر أن في الحديث شيئا حذف ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي عند أبي عبيد في غريب الحديث من طريق أبي العلية عن علي قال استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه فكأني برجل من الحبشة أصلع أو قال أصمع حمش الساقين قاعد عليها وهو يهدمها. ورواه الفكهي من هذا الوجه لفظه أصعل بدل أصلع وقال قائما عليها يهدمها بمسحاته. ورواه يحيى الحمني في مسند من وجه آخر عن علي مرفوعا. قوله كأني به أسود أفحج بوزن أفعل بفاء ثم حاء ثم جيم والفحج تباعد ما بين الساقين كأن كان عندك ساح أو لين نظام وهو صغير فالساقين متباعدتان يعني حمشتين متباعدتان. قال الطيبي وفي إعرابه أوجه قيل هو حال من خبر كان وهو باعتبار المعنى الذي أشبه الفعل وقيل هما حالان من خبر كان وذو الحال إما المستقر المرفوع أو المجرور والثاني أشبه أو هما بدلا من الضمير المجرور. وعلى كل حال يلزم إضمار قبل الذكر ومبهم يفسر ما بعده كقولك رأيت رجلا كأني به يعني كأني أرى رجلا وقيل هما منصوبان على التمييز. وقوله حجرا حجرا حال كقولك بوابته بابا بابا. وقوله في حديث علي أصلع أو أصعل أو أصمع الأصلع من ذهب شعر مقدم رأسه هذا معروف والأصعل الصغير الرأس رأسه صغير وهذا شأن الحبش أيضا رأسهم صغيرة والأصمع الصغير الأذنين. وقوله حمش الساقين بحاء مهملة وميم ساكنة ثم معجمة أي دقيق الساقين وموافق لقوله في رواية أبي هريرة ذو السويقتين يعني الدقيقتين يعني متميزتين كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قوله يقلعها حجرا حجرا زاد الإسماعيلي الفكي في آخره يعني الكعبة
قول عن ابن شهاب كذا رواه الليث عن يونس وتابعه عبد الله بن وهب عن يونس عند أبي نعيم في المستخرج وخلفهما ابن مبارك فرواه عن يونس عن الزهري فقال عن سحيم مولى بني زهرة عن أبي هريرة رواه الفكهي من طريق نعيم بن حماد عن ابن مبارك فإن كان محفوظا فيكون للزهري فيه شيخان عن أبي هريرة. اللي هو هنا يعني سحيم مولى بني زهرة وسعيد بن مسيب، يعني هنا في رواية الباب عن سعيد بن مسيب وله طريق يعني أخرى عن أبي هريرة رواه الفكهي من طريق نعيم بن حماد عن ابن مبارك يعني عن سحيم مولى بني زهر. قول ذو السويقتين تثنية سويقة وتصغير ساق أي له ساقان دقيقتان، قول من الحبشة أي رجل من الحبشة. وقع هذا الحديث عند أحمد من طريق سعيد بن سمعان عن أبي هريرة بأتم من هذا السياق، ولفظه يبايع على الرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت أو لن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. ولأبي قرة في السنن من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة، ونحو لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد أحمد والطبراني من طريق مجاهد عنه فيسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته أو بمعوله. وللفكهي من طريق مجاهد نحوه، وزاد قال مجاهد فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليه، في زمن طبعا عبد الملك بن مروان، يعني لما يعني بويع ليزيد فخرج عبد الله بن الزبير ولم يستتب الأمر المروان بن الحكم يعني حتى استخلف ابنه عبد الملك فرماه بالحجاج فقتله، ومكث ابن الزبير 5 سنين تقريبا. يقول فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو فلم أرها. قيل هذا حيث يخالف قوله تعالى أولم نمكن أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صلت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، كما ثبت في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ولهذا وقع في حديث سعيد بن سمعان لا يعمر بعده أبدا، وقد وقع بذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية، ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعت القرامطة لهم الشيعة بعد 300 فقتلوا من المسلمين في الطواف ما لا في المطاف ما لا يحصى كثرة، وقلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة، ثم غزي مرارا بعد ذلك. كل ذلك لا يعارض قوله تعالى ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين فهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من علامات نبوته، وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها والله أعلم. باب ما ذكر في الحجر الأسود. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم بن عابس ابن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وطبعا أنهم كانوا حديث عهد بالجاهلية، فأراد عمر يعني أن يبين أن تقبيل الحجر ليس من قبيل أن المشركين كانوا يعبدون الحجارة، ولكن هذا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحجر لا ينفع ولا يضر بذاته فهو حجر، ولكن يعني هو يشهد لمن استلمه كما سيأتي. باب ما ذكر في الحجر الأسود. أورد في حديث عمر في تقبيل الحجر وقول لا تضر ولا تنفع، وكأنه لم يثبت عنده فيه على شرطه شيء غير ذلك، يعني الإمام البخاري.
وقد وردت فيه أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناد رجاء أبو يحيى وهو ضعيف. وقال الترمذي: حديث غريب. قلنا الترمذي ما يقول غريب يبقى ضعيف، يبقى الغرابة تضر بالصحة. ويروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا، يعني من كلامه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: وقفه أشبه، والذي رفعه ليس بقوي، يعني الرواية المرفوعة تكون معلّة بالوقف. ومن حديث ابن عباس مرفوعا: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. أخرجه الترمذي وصححه. وفي عطاء ابن السائب وهو صدوق لكنه اختلط، وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه. تكون هذه الرواية أيضا معلولة، لأنها رواية عطاء ابن السائب، وجرير سمع منه بعد الاختلاط، لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيتقوى بها. وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا، ولفظه: الحجر الأسود من الجنة، وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط. وحكم رواية الراوي الذي اختلط، يعني من روى عنه بعد الاختلاط فروايته مردودة، من روى عنه قبل الاختلاط فروايته مقبولة، ومن لم يدر هل روى قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فأيضا روايته مردودة، لأن الأصل إيه؟ الاحتياط للشريعة. يقول في صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس مرفوعا: أن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق. وصححه أيضا ابن حبان والحاكم، وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا. قول عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وقد روى سفيان والثوري بإسناد آخر عن إبراهيم هو ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عمر، أخرجه مسلم. قول إني أعلم أنك حجر في رواية أسلم الآتية بعد باب عن عمر أنه قال: أما والله إني لأعلم أنك، قول لا تضر ولا تنفع أي إلا بإذن الله. وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد أن عمر لما قال له قال هذا، قال له علي بن أبي طالب: إنه يضر وينفع. وسيدنا عمر قصد أنه لا يضر بذاته ولا ينفع، وسيدنا علي قال إنه يضر وينفع بأنه يشهد يعني. وذكر أن الله تعالى لما أخذ المواثيق على بني آدم كتب ذلك في رق وألقمه الحجر. قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد. وهذا في إسناد أبو هارون العبدي وهو ضعيف جدا. وقد روى النسائي من وجه آخر ما يشعر بأن عمر رفع قوله ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه من طريق طاووس عن ابن عباس قال: رأيت عمر قبل الحجر ثلاثا ثم قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إنه هو يعني على سبيل الاتباع، يعني الإنسان يعني حتى لو لم يعلم الحكمة فمن الله رسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. قال الطبري: وإنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. وقال المهلب: حديث عمر هذا يرد على من قال إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، ومعاذ الله أن يكون لله جارحة. وطبعا كلمة جارحة يعني هو ما قالش جارحة، وقال يعني إثبات اليمين لله عز وجل ثابتة، المقسطون على يعني منابر من نور على يمين الرحمن. وفي بعض الروايات: وكلتا يديه يمين. فهم يقولون جارحة يعني يشبهون بالخلق ثم ينفون الايه او يؤولون صف، يقولون مراد النعمة او فطبعا يعني لله عز وجل اليمين، ولكن هل الحجر الأسود هو يمينه؟ فهذا طبعا ليس بصحيح، ولكن يقولون استلامه شيء من العهد مع الله عز وجل، وإنما شرع تقبيله اختيارا ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيع. وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم،
يظهر من يطيع ومن يعصي. وقال الخطابي معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صفحه في الأرض فكان له عند الله عهد. وجرت العادة بأن العهد يعقده الملك بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص يعني به فخاطبه بما يعهدونه. وقال محب الطبري معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل يمينه، فلما كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله في طواف الوداع نزل منزلة يمين الملك ولله المثل الأعلى. وفي قول عمر هذا التسليم للشرع، التسليم للشرع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يخشف عن معانيها، يعني مش شرط أن نعرف الحكمة يعني حتى نتبع، ولكن لا تسل لماذا شرع ولكن سل ماذا شرع. يقول وهي قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه. وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته. وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك. كأن عمر أراد أن يقول نحن بنقبله تسليما للإيه واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا لأنه ينفع ويضر. وسيأتي بقية الكلام على التقبيل والاستلام بعد 9 أبواب. قال شيخنا في شرح الترمذي والبلقيني فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله، وأما قول الشافعي ومهما قبل من البيت فحسن فلم يرد به الاستحباب لأن المباح من جملة الحسن عند الأصوليين. فطبعا لا يقبل كل شيء في البيت، يعني لأن احنا يعني الأصل اتباع في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر فنحن نقبل الحجر. الركن اليماني كان إذا مر عليه كان يمسحه بيده ولا يقبل يده ولا يشير إليه. أما بقية الكعبة لا تقبل ولا يتمسح بها كما يفعل الجهال. يقول تكميل، اعترض بعض الملحدين على الحديث الماضي فقال كيف سودته خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد، وأجيب بما قال ابن قتيبة لو شاء الله لكان ذلك، وإنما أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض. يعني البياض ممكن يسود ولكن السواد يعني كيف يبيض. قال محب الطبري في بقائه أسود عبرة لمن كان له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. قال وروي عن ابن عباس إنما غيره السواد لئلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة، فإذا ثبت فهذا هو الجواب. قلت أخرج الحميدي في فضائل مكة بإسناد ضعيف والله أعلم. فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.